وقال إنه يعادل 1000 كلمة، لأن عليا عليه الصلاة والسلام عمل للرسول عملا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تحب أن أعطيك 6000 درهم أو أن أعطيك 6000 شاة أو أن أعلمك 6000 كلمة؟ فرجح علي عليه الصلاة والسلام 6000 كلمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني ألخصها في 6 كلمات. من جملة 6 كلمات: إذا أقبل الناس على كثرة العمل فعليك بسطو العمل. إني أظن إن هذه الكلمة من جملة 6 كلمات أفضل من 6000000 كلمة. يعني لو أن الرسول كان علم عليا 6000000 كلمة، هذه الكلمة أفضل من 6000000، مو من 1000 كلمة. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: 1000 كلمة كمثال، كما نقول قلت لفلان 1000 مرة. لا يقصد به العدد، وإنما يقصد به الكثرة. هاتان كلمتان: ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. هذه كلمة من هالكلمات الست حديثا. وحديث آخر: إذا أقبل الناس على كثرة العمل فعليك بسطو العمل. شنو معنى العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء؟ وشنو معنى فعليك بسطو العمل؟ إننا نرى أن الغربيين والشرقيين والمسلمين وغير المسلمين فيهم علماء وفيهم غير علماء. فشنو معنى العلم النور يقذفه الله في قلب من يشاء؟ لعله علماء الغرب بالنسبة إلى الصناعات أكثر من علماء الشرق بالنسبة إلى الصناعات، وعلماء الاتحاد السوفيتي بالنسبة إلى الصناعات والاختراعات أكثر من علمائنا ومن المسلمين ومن المؤمنين ومن المتدينين. فأين مكان النور؟ هذا ما نريد أن نقوله اليوم. والشيء الثاني: شنو معنى إذا رأيت الناس قد أقبلوا على كثرة العمل فعليك بسطو العمل؟ من الفرق بين كثرة العمل وبين سطو العمل؟ إني أظن أن هذين الحديثين يشيران إلى ما ذكرناه أخيراً في الأسبوع السابق. وانتهى البحث هنا. قلنا إنه من الواجب على الإنسان أمرين: الأمر الأول فهم
نحن ارتباطات الحياة. والأمر الثاني الوصول إلى الهدف في أكثر الطرق. الحديث الأول لعله يشير إلى الكلمة الأولى، فهم ارتباطات الحياة. والكلمة الثانية لعلها تشير إلى المعنى الثاني الوصول إلى الهدف من أكثر الطرق. يعني شنو؟ يعني أنه الحياة لها ارتباطات خاصة. مثلا إنك تريد المال، المال مربوط بخطوط خاصة من الحياة. إذا حصلت على تلك الخطوط تحصل على المال، وإذا لم تحصل تلك الخطوط لا تحصل على المال. العلم مربوط بخطوط خاصة من الحياة، إذا حصلت على تلك الخطوط تحصل على العلم، إذا لم تحصل على تلك الخطوط لم تحصل عليها. التقوى مربوطة بخطوط خاصة من الحياة، إذا حصلت على تلك الخطوط حصلت على التقوى، وإذا لم تحصل على تلك الخطوط لم تحصل على التقوى. فهم ارتباطات الحياة. إنسان يريد أن يكون مخترعا يأتي إلى الكويت، 100 سنة يبقى في الكويت لا يكون مخترع. الاختراع مكانه باختبارات البلاد الغربية والبلاد الشرقية. إنسان يريد الفقه، 100 سنة يبقى في البيت الأبيض لا يحصل على الفقه، لازم يروح إلى النجف أو إلى كربلاء أو إلى قوم أو إلى مشهد. ربط الفقه بهذا المكان وربط الاختراع بذلك المكان. إنسان يريد المال مثلا، لو 1000 سنة هذا الإنسان يبقى في شقاته المدينة القريبة من كربلاء أو في نظر أباد المقدم في إيران أو في يوشنتبت القريبة من قوم، مدينة يسمى يوشنتبت القريبة، هذا لا يحصل على المال، لأن المال مركزه الشركات الكبرى في العالم، إما الشركات النفطية والبترولية، وإما شركات صنع الطائرات، وإما شركات كذا، وإما شركات كذا. للحياة خطوط خاصة. الآن أنت إذا لمست كل المدرسة لن تضيع هذا المصباح، لا يضاء. بس المس هذا الزر الموجود هنا يضاء، فكن خاطر في الحياة. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء خطا خاصا. إذا سلك الإنسان هذا الخط الخاص، حتى إذا قاتل وحتى إذا ملحد وحتى إذا قاتل يصل. وإذا الإنسان ما سلك هذا الخط الخاص، حتى إذا مؤمن، حتى إذا متقي، حتى إذا مقبل الأربعين لا يصل. إنسان يريد أن يكون رئيسا للبيت الأبيض، هذا الإنسان إذا 1000 سنة يصلي كل ليلة 1000 ركعة ويختم كل يوم قرآنا كاملا، هذا مو معروف البيت الأبيض. الله ما جعله. فرد واحد من أنشداء نتوق يا الله يرحمه استخدامش الجوار، هذا من طلبة النجاة، هذا ما طلب ذاتي، هذا كان رايح إلى الإمام أمير المؤمنين، إنسان جدا طيب ومقدس، ويسرع على الإمام أنه يثير له علمه حتى يصل إلى الاشتهار. مرة ومرتين 3 مرات 4 10 20 ذات ليلة رأى الإمامة في المنام، قال له يا فلان لكل شيء طريق، اترك ادرس واجتهد وجاهد والبقية عليك.
أما أنه إنسان يكون مقدسا وزاهدا ويصلي ويصوم وإذا في صباح يقوم ويكون مجتهدا، الله تعالى ما جعل هذا الشيء إلا بطريقة الإعجاز أكلي. لكن الإعجاز في العالم قليل وأكلنا القليل. هل الحياة خطوط وارتباطات؟ فهم هذه الارتباطات، هذا النور، هذا متجاوز، ولا منافسة بين أن الله تعالى يعطي هذا النور أيضا لرجل ملحد ولرجل كافر ولرجل مشرك. مكمونة بأن من سلك سبيلا الله يعطيه النتيجة. حتى أكو في الأحاديث أن الإنسان الذي يريض نفسه ترويضا كثيرا الله يعطيه أدنى الغي، كما في حديث الإمام الصادق وغير الإمام الصادق. أحاديث في هذا الصدر الأكل وقصص في هذا الصدر الأكل. ولم أحسن الفيلس في قصة المشهورة وهو من زهاد علمائنا، رأى إنسانا مسيحيا والمسيح قال إني أعرف كل شيء تجعله في يدي. كان جاي إلى أصفهان ويشوف طريق واحد يجعل في يده درهم، ولما ذاك الرجل يطلع المسيح فرد واحد يجعل في يده خاتم، ذاك الرجل يقول في يده خاتم. مولى محسن الفارس مد يده في جيبه وأخرج شيئا، قال ماذا في يدي؟ فكر في يدك شيء عجيب، أنا ما أتصور شيء، فقط أحوال من المعقول موجود. قال شلون عجيب؟ قال في يدك قطعة من الجنة، وأنت شلون محصل على الجنة أنا ما أدري. مولى محسن قال صدق، فتح يده وإذا سبحة من قبل الحسين على المسيح. بعدين ولا محسن فردها إليه وقال من أين وصلت إلى هذا الشيء؟ قال من مخالفة نفسك. قال ولا محسن هل نفسك تقول أنك تبقى مسيحيا أو مسلما؟ قال لا، نفسي تقول لا تقول مسلم، قال خلق نفسك. ومن ذلك صار مسلم وقال هو هذه السبحة تدل على صدق كلامي، لأن أرض الحسين لا تكون قطعة من الجنة إلا أن الحسين على حق فدينه على حق. الله تعالى جعل أشياء طريق لأشياء. إن الإنسان إذا قرأ درسا كثيرا الدرس الكثير مقدمة، أما فهم ارتباطات الحياة فالنور. هذا النور أحيانا يلقى في قلب الإنسان وأحيانا لا يلقى في قلبه. فهم ارتباطات الحياة سواء كان تاجرا، سواء كان موظفا، سواء كان عالما، سواء كان خطيبا، سواء كان صناعيا، هذا الشيء نفهم ارتباطات الحياة من أين الحياة تبتدئ وإلى أين تنتهي وما هي خطوط الحياة. خطوط الحياة إن شاء الله الطريق إلى مكة من هذا الطريق. أنت إذا ألف سنة سرت من هذا الطريق لا تخرج. الطريق إلى العراق من هذا الطريق. الإنسان إذا صار ألف سنة من هذا الطريق لا تخرج. دواء المرض الفلاني الله جعله فلان دواء، إذا شربت غير هذا الدواء ولو مترق لا تشرب، لأن الله تعالى لم يجعله هذا الدواء، الله جعل هذا الطريق. موسى عليه الصلاة والسلام ذات مرة تماما لم يذهب إلى الطريق، ناجى الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال له يا موسى اذهب إلى الطريق. قال موسى عليه الصلاة والسلام يا رب أليس الدواء منك؟ نعم. أليس الداء منك؟ نعم. أليس الشفاء منك؟ نعم. فما شعر الطبيب؟ قال الله يا موسى أتريد أن تبطل حكمتي في الأشياء؟ هذا الحديث الذي يروى مرة عن أبي ذر الغفاري ومرة عن سلمان ومرة عن عمار أنه لم يذهب إلى الطبيب وقال الطبيب أمرضني، هذا حديث ليس على ظاهره، إنه كان ضعيفاً من علاجه. وإلى الله ورسوله والأئمة كلهم أمروا إلى الذهاب إلى الطبيب،
وفي الحديث من مرض ولم يذهب إلى الطبيب فمات فقد أشرك في دمه وحرام على هذا الشيء. فقول أبي ذر الطبيب أمرضني فما يعلم أبو ذر الغفاري أنه لا يجده الطبيب، يعني أنه ليس له علاج مرض الموت، لأن رسول الله أخبره في أي وقت تموت أنت والله. وإلا كان واجبا على أبي ذر وعلى سلمان، لأن هذا الحديث وعن هذا وعن هذا ومو بعيد عن أبي ذر ومو بعيد أيضا. الإنسان المبتلى بالسرطان والأطباء قال له أنت تموت، هذا حق غلامتين أشهر أطباء لندن وهنا قالوا ليتي، قال إذا ذهبت إلى علاجه ألك تذهب إلى الطبيب؟ يقول الطبيب أمره، يعني المرض الذي بيدك إياه هذا مو مربوط بالطبيب، بالله مربوط. الله إذا قدر إذا أراد أن يشفي شافاه، وإذا أراد أن لم يشفي لم يشافه. الشاهد في هذه الكلمة العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، فهم ارتباطات الحياة، نفهم ارتباطات الحياة. لماذا نؤكد على هذه الكلمة؟ لأننا ضيعنا الإسلام وضاع الإسلام من هذه النقطة، هذه النقطة الأولى الذي تفشت المنكرات وكثرت وضاع الإسلام بأصوله وفروعه من تنقل، لأننا لم نفهم ارتباطه. نحن ظننا أنه إذا قرأنا السيوطي وواجب علينا أن نقرأ، إني قرأت السيوطي شخصيا وحفظت السيوطي متنا مو شعرا، متن السيوطي هنا نحفظه، لكن الكلام في أنه هو السيوطي وحده، السيوطي طريق إلى أن تصبح إماما في النحو قدس، والمغني طريق إلى أن تصبح شخصية بارزة في فهم النحو قدس، والمطور في فهم البلاغ قدس، هذا طريق. أما هل هذا طريق لكسر المنكرات عن البلاد الإسلامية؟ وهل هذا طريق لجعل كلمة الله هي العليا؟ وهل هذا طريق للوقوف أمام المنكرات والسفور والكمود؟ له مو طريق. لبنان لما صارت خبطات خمسة من المسيحيين أو أربعة من المسيحيين راحوا إلى الخارج وأصدروا مجلة باسم العرب وباسم المسلمين وباسم الحكومات العربية، وكذا واحد في فرنسا واحد في لندن واحد في مكان آخر واحد في مكان آخر، يعني أنهم لم يستعدوا لأيام غلائل زمام الفكر يذهبوا من يده، لأن تقوم زمام الفكر زمام الفكر إذا بيدك أنت المسيطر، إذا بيده هو المسيطر. بارك بالذات أن كنت أطالع في مقالة المجلة اللي تطلع عن فرنسا، شفت على أنهم هذول المسيحيين شلون واعين يريدون يوخرون عن إسرائيل المشاكل. في مقالة من فرد دكتور أو شبه دكتور، مقالة طويل عريض عميق يظهر نفسه بمظهر بخله، يذكر في هذا المقال شفت في الحقيقة أي إنسان ما عنده كمية زائدة من الفهم يرشب هذا المقال، يقول الآن أمن إسرائيل مو محل البحث، الحدود الآمنة مو محل البحث، الدولة الفلسطينية مو محل البحث، تذلي أشياء أكل عليها الدهر وشريك، الآن باب المندب على بحر الأحمر محل البحث، وأنه هل باب المندب لإسرائيل أو للعالم؟ لأمريكا أو لروسيا، ويطول في مقال حتى أن كل عربي بسيط يقرأ هذا المقال يشوف إيه إسرائيل قد الشيء أكل عليه الزهر والشيء ويؤثر، لأن حق خالق لا شك في أنه حق. لذول ما استعدوا أن تذهب حياة وزمام الفكر من أيديهم ولو لأيام قلائل، راحوا إلى لندن وراحوا إلى باريس وراحوا إلى فلان مكان وإلى فلان مكان، راحوا يصدرون المجلات الجدد. هذا طريق الحياة، الذين يفهمون طريق الحياة هؤلاء هم أخذون بأزمة الحياة. أكو كتاب، هذا الكتاب من الظريف أن يطلعه الأصدقاء من أوله إلى آخره،
اسم الكتاب لعبة الأمم. هنا يقول لأن هذا الكتاب صدر من الوزارة الخارجية الأمريكية لفترة طويلة مع الأمريكية. هناك يقول نحن رأينا في البلاد العربية نشاطات قومية، وعرفنا أن هذه النشاطات القومية إذا نمت خطر علينا، نشاط قومي صحيح هذا خطر علينا، ولذا أجبرنا على أن ندفع إلى أخذ أزمة هذه النشاطات أربعة من المسيحيين، وهم ميشيل عقمة وجورج حبش وأنطون سعادة وفرد واحد رابط رجعوا تبقوا القومية العربية مسلمون، يعني أكثر من البلاد العربية مسلمون، وإذا بالأزمة صارت بيد المسيحيين قد يخطفوا القوم وصلوا. نحو ارتباطات الحياة، أما فوق المنبر أنا أو مثلي يقول كلمة أو تحت المنبر أو أمر بالمعروف في شارع الجهرة أو ركبنا السيارة قلنا لهذا الذي فتح أغاني في السيارة سكت، هذا أكو ولا كم أكو في عاصمة من العواصم الإسلامية، مع الألف أني قرأت أن فيها 14,000 حانوت خمر. مع ذلك قبل أسبوعين الجرائد المربوطة بتلك المنطقة تقول أن الحكومة المحلية أجازت استيراد الخمر من الخارج وخففت الضرائب لاحتياج البلاد إلى أكثر من هذا الخمر. أنت أقعد فوق المنبر قول الخمر 14,000 محلية عقل معروف للجنة. زمام الحياة الكلام في أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، معرفة ارتباطات الحياة غلق دكاتين الخمور مربوطا بأي شيء في الحياة، مربوطا بالمنابر. في نفس ذلك البلد 18,000 أقل في نفس ذلك، وبالإجماع هؤلاء فوق المنابر يقولون الخمر حرام وسكر، لأنه الخمر مو مثل الاختلافين لا بين السنة والشيعة ولا بين الشيعة والشيعة، لا مثل الاجتهادين. 18,000 أقولي فوق المنابر يقولون الخمر حرام، و14,000 محمر أقول محل بيع الخمور، وثم يجاد أن يستوي من الخارج، لأن ارتباط الحياة عندنا سواء في الخليج جمعية نسائية، في الكويت جمعية نسائية، في قطر جمعية نسائية، في أبو ظبي جمعية نسائية، في دبي جمعية نسائية، في فلان مثلا جمعية نسائية، مجلات خاصة بالنساء، كذا في التلفزيون، كذا في التلفزيون. الآن أقول في الخليج مؤتمر، المؤتمر النسوي لجميع نساء الخليج، شو يريدون هذول؟ إلغاء الطلاق أن يكون بيد الرجل، إلغاء تعدد الزوجات، تسوى الرجل والمرأة في البيت، هذا شيء معروف الموجود. هذول بذلوا ثم جمعوا صار ناقم كبيرة وصار سئلة. أما أتعطوا منبر في نسجد الله وكنا وقل أن الكفورة كذا وأن الرجل كذا وأن المرأة كذا، هذا هو طريق الحياة، لا طريق الحياة. إذا نحن أيضا جمعنا صنعنا جمعيات نسائية، صنعنا مجلات نسائية، أدخلنا أنفسنا في الراديو والتلفزيون، أخرجنا الجرائد والمجلات، سوينا مدارس للفتيات، بعد 20 سنة من الممكن أن نصدر قوانين للبلاد على طبق الإسلام والإسلام. أما فوق المنبر وتحت المنبر وفي صفحة من الورق وقول لامرأة واحدة، في الحقيقة من أغرب ما رأيت البارحة أنا شخصياً أن شاب متدين إلى أبعد الحدود وعائلة متدينة، والشاب عائلتها متدينة وعائلها متدينة، والسيد مرتضى يقرأ لهما تصوير زوجته الكافرة بكل معنى الكلمة في جريدة عالمية، وتحت على أنها إن شاء الله تعالى بعد أيام تنجب أو طفل. أنا أحمد أبو الشيخ مرتضى اللي 10 سنوات جاي يقرأ لهم، ها
طريق الحياة يعني ضيعنا طريق الحياة. طريق الحياة شيء آخر، المنبر صحيح وواجب، وصلاة الجماعة صحيحة وباعتقادي واجبة أيضا في ظروف الحاضر. ولي الله يرحمه كان يقول الاجتهاد في عصرنا واجب، لأنه في الزمن القديم كان 13,000 أخذ في المدينة ويجتهدون، ليس يمكن بمئتين في سبيل الاجتهاد. كان ولي يقول في عصري الاجتهاد واجب، يعني احتاج إلى الفقهاء يفهمون الإسلام. فالشاهد في أنه أنا باعتقادي في هذا اليوم الحسينية واجبة وصلاة الجماعة واجبة والمسجد واجب، لأن أصلا ليس الإسلام الباقي من أنا متوقف على هذه الأمة الآن من الكويت وخذ الحسينية والمساجد وصلاة الجماعة والمنابر كل من الإسلام فقط فقد فرق فرق نقطة من بحر الإسلام باقية. الشاهد أنه حكم ارتباطات الحياة وإنما هو النور ليس العلم وكذا لم تتعلم هذا الوقت 20 سنة أدرس أما لا تفهم ارتباطات الحياة. فالقصة ذكرناها ذات مرة، في الحقيقة هذه القصة من أجمل القصص المدرسة والمعلمة لنا. في الوقت كان أنا كنت شايف هذا الوقت أنا 35 سنة كنا نروح إلى بغداد، كان فريق شايب بصراوي يجلس على باب سينما الحمراء في بغداد معجل شيء عجل كان يقول لنا وشايب أمه 36 سنة كانوا قالوا هذا بعد السينما الحمراء في بغداد وهي أول سينما فتحت في بغداد قبل 40 سنة. قبل 40 سنة السينما فتحت في بغداد مستعلي السنة والشيعة ذات اليوم تدينوا والزمان بيأيد العلماء ذات اليوم علماء السنة وعلماء الشيعة. هذا الرجل تفكر في أنه تحسين مرتبة فكر في أنه لازم يروح للوزير وزير الداخلية ذات اليوم. راح لوزير الداخلية وزير الداخلية منحره وطرده وإنما صاح عليه وأهانه سينما في بغداد مثل تقول سينما في بغداد الحسين داخلية هو إنسان يعرف موازين الحياة. راح وأخذ فرد ألبوم في هذا الألبوم 30 صفحة في كل صفحة خلى فرد نور أم الدينار لقد أم الدينار أقول أنا ترشاوي في العراق يعني 3000 دينار. وذاك اليوم احنا عندنا حوش في عقد المائية في كربلاء اصروا على والدي تعال اشتري هذا الحوش ب24 دينار. اريد ابين نسبة الفلوس 3000 دينار على الشركة. راح على سكرتير الوزير وزير الداخلية قال انا اريد ادخل على الوزير. راح قال الوزير قال لا اخرجه يعني ما مستيقن انه يريد يتكلم هو بالسنة. قال لا أقول للوزير لا أنا ما أريد قصة السينما لا ما أريد وإنما قصة أخرى أنا دخل. قال في الحقيقة أنا كنت باحث في سوق الحراج ويسمى حراج لأنه هرج مرج سوق الحراج وشفت كلب ألبوم جميل قلت له هذا الألبوم إلا هذا مخبى ألبوم يجيبون إلى وزير ومن سوق الحراج قدم شيء سمعه وأخذ هذا حق 100 دينار ورق آخر 100 دينار ورق آخر 100 دينار فرق من أول الأخير 3000 دينار اللي يحطوش على 20 دينار. لاحظوا الوزير راح سأل منه أكو نسخة ثانية من هذا الكتاب قال يا أبو نسخة ثانية راح سوى نسخة ثانية وقبل الوزير كتب ثلاث كتاب إلى مولي سعيد وإلى الشؤون الاجتماعية وإلى كذا بأنه أرى متحضر وبلد متحضر صدق خلاص وانفتحت السينما في بغداد. قال سأقوم لي يطلعوا فوق المنبر قال الكفر هذا حرام أبدا. الحقيقة يجب علينا أن نفهم ارتباطات الحياة. إذا فهمنا ارتباطات الحياة
نتقل. إذا لم نفهم ارتباطات الحياة فارتصف رسيعة جميلة في جيلان أكثر بالمرأة تسمى مدرسة الصلاة. هاي مدرسة الصلاة يومية تسمي مشكلة في جيلان جيلان إيران فرد قتل في السبب وفرد بغاء في السبب وفرد سرقة في السبب ما يحبن فيه فرد رجل جيلاني نغم هذا في شعر فمادر صلصالات حياتات این شهر قرین مشکلات ما دام نحن لا نفهم ارتباطات الحیات کل حل مشاکل باید نعم احنا جزء من المجتمع حقیق رحم ما نحسد لها لا اشکر ولا احنا الذي يركض منا مثل رحمه والذي ما يركض منه بين يركض وبين ما يركض نحن يجب علينا أن نفهم ارتباطات الحياة وأن أي مقدمة تصل إلى أي نتيجة وأي مقدمة لا تصل إلى أي نتيجة. هذه الكلمة الأولى. جمع الكلمة الثانية وهي إذا أقبل الناس على كثرة العمل فعليك بصرف العمل اتطلق إلى الأحداث متعددة الله تعالى جعلها. يعني أنت تريد المال كمثل الطريق إلى المال مئة طريقة تتمكن أنه تصير بطال في رأس المحلة تصل إلى تتمكن أنه تصير موظف في البنك تصل إلى تتمكن على أنه تصير في السوق تصل إلى تعمل طرق أكثر للبحث هذه أسلوب الحياة فعليك بالصرف والعمل بعض الطرق أكثر من بعض الطرق العلم هكذا المال هكذا الصناعة هكذا الزراعة هكذا التجارة هكذا كل شيء له طرق متعددة الله تعالى جعل بعض الأشياء طرقها أسهل وأكثر بعض الأشياء طرقها أطول وأبعد وكلاهما يصل إلى هذا الطريق. الآن أنت تريد أن تذهب من هنا إلى مجلس الصباح من الممكن أن تذهب من هنا على الخط المستقيم ومن الممكن أن تذهب هنا إلى ميدان حولي ثم إلى النقرة ثم إلى كذا ثم إلى مجلس الصباح كلاهما وصل. نحن بعد الموضوع الأول وهو فهمنا سبل الحياة وطرق الحياة إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء نحتاج إلى الشيء الثاني وهو فهمنا أن أي طرق أكثر أحد العلماء ما أسميه ولعله مرابي أنا أسميه يقول أحد الأقوم في قوم شفت رجعكم من أهل العلم حول السينما الموجود في قوم المرجع يشتكي والطالب يشتكي والخطيب يشتكي سينما خلاعية في قوم بالحقيقة أحد الشكاية هذا عام جدا ذكي واضح الآن هو في الكويت يقول رحت أحد المراجع الكبار شفت فوالة حقيقة متأثر مو بس تأثر ديني حتى تأثر اجتماعي لأن الاجتماعي يقولون لنا لا تكي شنو شانكم في بلدكم بعشرة آلاف من رجال الدين موجودين ونتتلقيهم على صدقة السينما ويشوفون المتصرف ويشوفون الوزير ويشوفون رئيس الوقت ويشوفون كذا وقسم من الناس يشوفون الشباب لتروحوا للسينما هذا كان يعني هو ضرب يقول لك هذا كلش متاثر قلت له حقيقه ما تاثر الاتنين هو ديناميك كل الات ما نعم من المبادئ العليا مصممين على تطبيق هذا الشيء يعني بس صح يقول لك التشويه مشترك لما يقعد والكذال اللي يومية قد تقول عجلة أشياء لا بس الأقوم يخاف يتعامل فيه جدا غير الأقوم تقول ميقى من هذا الشيء كان عادنا في كربلة كان الرجل معي أسميه فاروق الفلان هل يتعرف من أمير يلوك يشوف لك بطل حقيقة مش فكرة
كانت حلقة لي بنت أفضل هذا الشيء خلاص انتهى صبع هذا مدد هذا طريق هو أقصر طريق كمثل أقول هذا الشيء للأشياء في الحياة الطرق وبعض الطرق أقصر من بعض هذا يحتاج إلى أن الإنسان يفكر إذا يتمكن واحد لا يفكر إذا يتمكن جماعة الواحد كان أو البارحة جاي عندي من تجار الإيران وما البارحة من طيران شفت كلش برحة قلت شلون؟ قلت الحقيقة أنا اشتركت في اشتراع سينما في طيران وجعلها مسجدة كلش عالي جزاك الله خيرا كلش زين قال لي في طيران الحركة كلش ممتازة صارت قلت شلون ممتازة؟ قال لي أنا لاحظت 11 سينما اشتريت وجعلت مساجد جزاكم الله خيرا وهذا احسن عمل لكن في هل خلال هالسنوات اللي اشتريت هذه السينمات وجعلت مساجد هل فتحت سينمات فخذ الطبيعي هذه جعلنا سينمات هنا في شنو الفائده؟ 11 سينما خلقنا 20 سينما فتح صح انت من هذه المحله قنعت هذا الشيء ولك اجر بانك قنعت مسجدا لا شك فيه حتى اذا ما اشتريت سينما لكن هنا تكتشف أغلقنا هذا الباب بطل أغلقنا ذات الباب بطل بطل قلت كم تفكروا في أنهم تجعلون السينما الإسلامية كان ليكم بها ليكم بها صور حلائية هذا أسهل وأرحب سينمات علمية زراعية صناعية تجارية حربية قمرية، كونية، بحرية، عشرين ألف شغل سينما. السينما المحرم فيه الغناء، الاختلاف، صورة قلائم. هذا المال إذا تجمعون وتصرفون، لأن كل سينما غالي 10 ملايين تومان، 20 مليون تومان، يعني من شيء أخير، هم تبدلوا 15 دينار إسلام دقيقة. أما خلقنا السينما هنا فتح السينما، خلقنا هنا فتح السينما، قلت أن عمله هذا مشكور لا شك فيه لكن هل هذا طريق؟ ثم لو كان هذا طريقا هل هو أقصر الطرق؟ هذين الحديثين وذكرنا في ذلك اليوم فهم ارتباطات الحياة والسلوك إلى الأهداف من أقصر الطرق أنا أظن هذين الحديثين يشتملان على هذين الموضوعين أو من محتواهما هذين الموضوعين ليس العلم وكذب التعلم وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء هذا النور محصل نور تجاري أكو نور زراعي أكو نور صناعي أكو حتى مخترع أكله هذا اختراعه من الله لا شك فيه الله تعالى وهب له هذا النور حتى تمكن أن يخترع الصاروخ وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء هذا حديث والحديث الثالث إذا أقبل الناس على كثرة العمل فعليك بالصبر والعمل تجعل فرد عمل هذا العمل صفو هذا العمل أكثر الطرق إلى القدم نظر هذين الشيئين بطبيعة الحال يحتاج إلى فهم الاجتماع يحتاج إلى مباشرة الاجتماع يحتاج إلى مطالعة السابقين الإمام أمير المؤمنين يقول لولده الحسن صلوات الله عليهما فسر في ديارهم وانظر إلى آثارهم روح للبلاد شوف كم شوفي مناكبها وكلوا من رزقي روح شوفوا طالعوا أحوال الأمم، طالعوا شلون الأمم قبيحت، شلون الأمم احتيت، شلون تحسنت، شلون تأخرت هذا مو شيء في الحقيقة للدراسة، ما هو في دراسة إنما حقيقة هذا النور يعني أن الإنسان بكثرة مجاولته وتفكيره ومطالعته للاجتماع يحصل على هذا الشيء وهذا هو السبب كان أن حجي أحمد بنا في الكويت ونحن في السياسة وكيدا هذا يوسف الغانم كان عنده صانع بسيط بأجر 4 فلوس مليون يود الطين للصبر
أحد يحمل الذنب. يعني يجوز أما يجوز الآن يوسف الغامم تليفونات أكثر من تليفونات الحكومة والتليفونات. لماذا هذا الشيء؟ لأن هو أعرف طرق الحياة لا طرق الحياة، بينما هو أصلاً ما يدخل لا للدخان لا للنجار، كل في لندن وفي باريس وهناه وبحثه ومحفظه كان يعرف. وهذا البقال المسكين تارك أهله وولده ووطنه وكل شيء وجاي هنا من الصبح لليل يركض، وأخير الشهر عنده 50 دينار رابع. لا تعرف كيف العمل التجاري، هذا يعرف حجم العمل. إذا أقبل الناس على كثرة العمل وعليك بالصفقة. نحن الآن هكذا بالنسبة إلى الإصلاح، بالنسبة إلى الاجتماع، بالنسبة إلى البداية، بالنسبة إلى الإرشاد، بالنسبة إلى التحكم، بالنسبة إلى دفع المنكرات، بالنسبة إلى تحكيم الوثنيات الجاية من الشرق والغرب والأشرار. الشيوعية والكذائية والكذائية نحن أيضا هكذا. إذا كان لنا هذا النور وكنا نعرف أقصر الطرق نصر كما وصل، وإذا لا ما عرفنا ارتباطات الحياة وما عرفنا أقصر الطرق إلى 50 سنة إلى 100 سنة نفس الشيء. وعلى قول المعري أظن باللاذقية رجة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة يصيح، كل يعزز دينه. يا ليت شعري ما صحيح. ذاك اليوم باللاذقية هسه في كل البلاد الإسلامية، وذاك اليوم بين أحمد والمسيح، اليوم بين ماركس وأحمد والمسيح وكريشنا. قبل أيام كان فرد واحد من كريشنا جاي هنا يلقي محاضرات في جامعة الكويت، وكريشنا وبوذا وما أدري عارف شكل غج بين كل هؤلاء، ونحن أيضا منهم لا أكثر ولا أقل. أما السيادة، أما العزة، أما الاستقلال، أما الفهم، أما الحياة، أما الصناعة، أما الاختراع، أما كنتم خير أمة أخرجت للناس، أما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، إذن لا تحصل إلا بهذا الشيء. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.